البارح كانت ندوة صحفية للتيار الديمقراطي دعا في القضاة إلى تحمل مسؤوليتهم والتخلي عن الملفات التي تشكل خطر على مستقبلهم المهني. يلتحق بنا عبر الهاتف سي نبيل الحاج الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي. أهلا وسهلا، مرحبا بك معنا سي نبيل في هنا تونس بالهاتف المرة هذه. أهلا وسهلا، شكرا للدعوة، تحية كتبدل البلاصة تاخذ بلاصة خير سي نبيل، لأنه نوعية نوعية الصوت رديئة شوية على الأقل قاعدة تصلي تصلي إليها أنا. ألو به أخير سي نبيل، شو معناها القضاة يتخلاو على الملفات، تحكيوا على القضاة المباشرين لقضايا التأمر على أمن الدولة أو القضاة بصفة عامة أي ملف عنده بالنسبة لي شكله خطر على مستقبله المهني؟ شوف، احنا امبارح ندوة صحفية في علاقة بالملفات. الملف الأول هو تمديد الاحتفاظ بالمتهمين في ما يسمى بقضية الأمر على أمن الدولة. هي تحقيق 14 تهمة، 11 منها إرهابية وستة على معنى المجلة الجزائرية، معنى المجتمع واحدة. والملف الثاني هو ملف متعلق بنواب الشعب اللي عقدوا جلسة عن بعد في 30 مارس 22 واللي اليوم ممنوعين السفر، واكتشفنا هذا بمنع صديقنا الأمين العام في التيار الديمقراطي زيد غناي من السفر. دونك اساسا نحكيو على الملفات، خاطر اليوم القضايا المدنيه والجزائيه والحق العام اللي ما همش فيهم اطراف سياسيه بالراي العام وانتم العالمين ما تسمعوش بهم الا من ساعات كما الشباب نتاع غنيه الفيل هذاك، معناها عندها علاقه ايضا سياسيه. دونك نحكيو اساسا على الملفات السياسيه، واليوم نحب ونكره واضح انه ثم مناخ من الرعب داخل الجسم القضائي، خاصة معناها بعد مرسوم 35 وأعطى رئيس الجمهورية السلطة أنه يعزل، أو السلطة التنفيذية عندها صلاحية أنها تعزل القاضي اللي تحب عليه هو دون مبرر استنادا على تقارير ما عرفتش مع شكون جي. ولذا ولات معناها القضاة اليوم يقال حتى في البلاتوات وفي وسائل الإعلام أنه لو يخافوا ثم تكون يمشي للتبرير يقول عنده عائلة وعنده صغيرات يخافوا عليها. أنا حنا اللي قلناه أنه اللي يخاف على صغاره واللي يخاف على عائلته هذا من حقه، لكن خوفه على صغاره وعائلته مش من حقه أنه يخلي عباد أخرين مظلومين ويظلم عائلاتهم وصغارهم، يخليهم محرومين من بوهم ولا من أمهم. كما أنت عندك عائلة وصغار، غيرك عنده عائلة وصغار، خذيت قريت تبارك الله ما شاء الله وأديت يمين باش تحفظ حقوق الناس وتحترم حرياتهم وتحكم فقط في القانون الضمير. إذا كان ما عندكش الشجاعة هذه، والشجاعة هي شرط أساسي في ممارسة مهنة القضاء، كان ما عندكش الشجاعة هذه يتخلى عن الملف يشوف خدمة سهلة، العملية مش صعيبة برشا، معناها مش لأنه شخص يخاف أو عليه ضغط، أولا لا يصدق لا يقول شرع عليه ضغط معناه يخاف، واثنين شنو النتيجه؟ انه هو ياخذ عطله قضائيه يمشي يتخلى عن نجم. نحكيو على الملف نتاع التامر، قاضي التحقيق ماخذ 4 من يتحل الملف ماخذ 4 وصل معناها 4 كونجيات. سي نبيل، المواضيع هذه تحدثنا عليها في العديد من المرات، ثم تطالب القضاة باش يتحملوا مسؤوليتهم، رئيس الدولة يطالب القضاة والقضاء باش يتحمل مسؤوليته، تراش بانه هذا كله ضغط قاعد يمارس على القضاء وعلى القضاة بصفه عامه؟ شوف صديقي، هو الضغط مش مسلط من عندنا احنا، رانا احنا ما عندنا حتى سلطه ولا قدره على ايذاء قاضي والا على التصرف في الكارير نتاعو، معناها في مساره المهني، لا بالنقله لا بالعزل لا بالايقاف لا بحتى شيء. اللي بيدو السلطه هذه هو وزير العدل ورئيس الجمهوريه مش احنا. دونك اللي يقول ما سميت ما لازمش يكون ثم ضغط على القضاء، ترى هو من يضغط واحد، وهو من قال من يبرئهم فهو شريك لهم وحكم عليهم تاريخا قبل ان تحكم عليهم الحاكم. واحد اثنين، خليني ندخل في الملفات، خاطر الجديد هو تمديد الايقاف، والثانيه هو رفض مطلب تحذير السفر على زيد غناء. يا رسول الله يا سيدي، انت حتى عليك ضغط يؤدي مهمتك على القيله حتى شويه سينما، يتو قاضي التحقيق يدعو الموقوفين كل ويجيبوهم زوج منهم فتر السيارات اللي تعرفوهم الفصاصات والقيادات منطقيا جبتهم باش تسمح، ما تحذرش انت تكون شجيع قيل احضر تحمس وليد تعمل في مسرحيه كملها اللخ. زياد غنايه كيطلب عمل مطلب رفع تحديد السفر، طلب من القاضي بكتابه اسمعني تنطقني اسمعني قبل ما تحكم. رانا نحكيو على قضيه فيها تامر وتغيير صبغه الدوله وحمل الناس على التقاتل، عندها عام كذا شهر لارينا الناس تقاتل، لارينا صبغه الدوله تبدلت في غير ذات موضوع ولا في قضيه. يا رسول الله اسمعوا،
ثم بث في المطلب، راهو قاضي التحقيق في ملف زياد غناي لم يبث في المطلب كذب ورحلها بارد حتى تسليم في بارد الاتهام. عندي انا هذا رغم اللي يمكن يستقيم اجرائيا، لكن عندي انا اخلاقيا هو نكران عداله. تقول له ليه جيبه قدامك وقول له ما انتش مسعيد حاجتي فيه، ترى مضغط علي ولا انت عملت ولا انت مجرم. هذا ماهوش صاير اليوم، حتى القضاة ما عادش يحبوا ياخذوا قرار، ما عادش يحبوا ياخذوا قرار. خلي الملف في التأم، خليه يدوم 14 شهر علما وانه راهو في القانون راهو حاجات زوز محامي الثاني في القانون راهو التنفيذ مش هكاك كما تحب. إذا اقتضت مصلحة البحث ويلزم بقرار معلم، ما علمش قاضي التحقيق، تعرف كان قاضي التحقيق معناها من التعليل يضحك، وحيث يتجه من حكم إجراءات القضية أنها لا زالت تحتاج إلى مزيد الاستقرار. هكا وانت شنو من استقرارات اللي عملتهم تقول تحتاج؟ والله كان بعثت اختبارات وما حضروش كذا، عملت استقرارات ما حضروش معاينات، نفهم أنت ما عملت شيء. سينابيل قلت في ندوة صحفية أيضا سؤال أخير أنه تنتظر مزيد من التضييقات قبل تنظيم الانتخابات الرئاسية. شو المؤشرات خليكم تقولوا هكا، خاصة بأنه كل من وقع سماحهم المتهمين في قضايا تأم العام الدولة الجدد نجيب الشابي وحمد الحامدي مصطفى بن أحمد وغيرهم وقع أبقاءهم في حالة سراح؟ قبل ما جاوبك على سؤال ثم نحن معنى أنا أستاءوا أيضا ولا ثم حالة الحقيقة غريبة جدا، معنى هو التطبيع مع الظلم متعصف. تقول بارح فيسبوك قام وقعد كنت تحكي فيه على بلاغ معتمد عطير قال لهم مش يشري خبز فرح يجي يخسر فيه في ناس منتيشة في الحبس التشر والعالم ولا على باله. ما نحكي العالم مش كان مواطنين، ما أحزاب ومنظمات وجمعيات ونقابات الناس تركت. ما هذا اللي خوف، وهذا دليل الرعب الذي تسلل إلى القلوب شيئا فشيئا. نجاوبك على سؤالك تو، راهو قضية التآمر نتاع الشواشي المثمنة الموقوفين وهي القائمة 26 راهي جات 3 أسابيع بعد فشل الانتخابات التشريعية. راه كنا قاعدين غاسلة عنا من نفس شلاهين على الحكاية. اليوم نعرف الأزمة الاقتصادية واللي تو برك معناها خليفة كان يقول نجم فيها كانت بطمة خليفة برك نعرف ثم أزمة الناس تعاني وشدة صفعة الخبز، ونعرف العودة المدرسية تو المشاكل فيها والما أزمة الصحة والدويات مش موجودة وغيره. دونك اليوم اش قعد رئيس الجمهورية السياسيين هو يحط فيهم الحبس ويرعب فيهم مرسوم 54 سيف مسلط على الإعلام وعلى النشطاء. أخيرا البلاغ أو التهديد الثلاثي زي متاع ثلاثة وزراء اللي خرج معناه كي تقراوه زاد على المرسوم 54 قال لك خذ بالك من نموذج الدولة ولا تسبب مشكلة أو تأذي مصلحة الوطن. هذا اش معناه؟ سيمنع عن الشعب التونسي انه حتى يقول انه يا ان ان يقول راني ما نجمش كامل هذا. انا قلتها منذ 25 جويلة ما دام عندي شعبيه ما يقلقوش، نهار في تفتر الشعبيه سيسكتوا كل فم يقول اسمي هذه غلطه وسيسكتوا بالقانون وبغير القانون. ونعطيكم دليل معناه رغم اللي هو ما قالش اسمي هذا غلطه، نائب شعب حكيتوا عليه انتم معناه ما تفهمش كيفاه نائب شعب تنحى معاك نائب شعب واليوم يحكي على الإدارة. ملخص الحديث في كل تفسير الإدارة شنو؟ يعني الموظف الذي يحترم القانون خلافا لإرادته، كما حكاية العروسات ما يكتبوش الزقات في البلدية. يا أخي وزير الداخلية ما هبط لهم منشور قال لهم ما تكتبوش الزقات، وزير الداخلية اللي هو تاو وزير الداخلية قال لهم ما تكتبوش الزقات القانون ما تسمحلكمش. دونك خالف القانون وقت اللي أنا نحب. هذا هو علاش نقول انا جاي مزيد من التضييقات، كلما فترت شعبيه قيس سعيد وكلما عجز عن ايجاد حلول لمشاكل الحقيقيه اللي كانت.